عندي فطيره بالدجاج والذره الصفراء، عندي صدور دجاج وفلفل الوان وذره، وعندي جبنه شيدر، جبنه موزاريلا، بصل، ثوم، مكعب مرق، ماده دهنيه زبده او زيت او سمنه، ملح وفلفل وبهارات مشكله. العجين عندي 2 كوب دقيق، كوب لبن، ميه للعجين، 2 معلقه خميره، هات شويه خميره تاني بقى يا استاذ لو سمحت، رشه ملح، رشه سكر، معلقتين زيت زيتون، 3 معالق زيت زيتون، وعلى الوش حبه البركه. ادي خميره وادي سكر وادي ملح زيت زيتون. نقوم حاطين كده اهو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا شغالين كده نجيب البصلايه بتاعتي الجميله. كمان شوية لبن، ادي شوية ثوم، الشيدر، وادي جبنه موتزاريلا اهي، وادي كمان شويه كريمه لباني.